وحول آخر التطورات تنضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الصحفية فاطمة سلام. أهلا بك معنا سيدة فاطمة. إذن بداية، هل لديك معلومات متوفرة حول مخرجات أو نتائج هذا الاجتماع الأمني لوزراء الحكومة التركية اليوم؟ كما ذكرت، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقد اجتماعا أمنيا دام لأربع ساعات، كان اجتماعا طويلا لكنه لم يخرج بأي مقررات أعلنت حتى الساعة ولم تخرج عنه أي تصريحات. هذا ما يعني بأن الأجواء دقيقة جدا، في ظل أن الحصيلة إلى الآن وصلت 39 قتيلا و154 جريحا معظمهم من أفراد الشرطة. نتحدث عن 30 فرد من عناصر الشرطة قتلوا في التفجير الإرهابي المزدوج، شيعت جثامين خمسة منهم بحضور الرئيس التركي وبحضور الرئيس الأسبق عبد الله جول ورئيس الوزراء بن علي يدرم، بينما نقلت جثامين أخرى إلى الولايات التي ينتمي إليها أصحابها لتشييع من هناك. وزير الداخلية التركي سليمان سويلو كان حاسما بشأن المقررات الأمنية التي ستتخذها وزارته فيما يخص التنظيمات الإرهابية الناشطة في تركيا، لكن ما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو ما يبدو الأهم إلى الآن، حول أن لا أهمية لهوية التنظيم الذي نفذ تفجير إسطنبول، فجميع التنظيمات تشترك في هدف واحد حسب قوله وهو مهاجمة تركيا. دعوني هنا فقط أذكر بأن أو حسب ما قال نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة التركية نعمان كورتموش، فسيناريو التفجير كما قال كان مخططا له مسبقا، حيث أن الخبراء يشيرون إلى استخدام ما بين 300 و 400 كيلوغرام من المتفجرات، وهو رقم ليس بالهين. أيضا يتحدث عن مسؤولية حزب العمال الكردستاني عن الاعتداء، وأيضا يتحدثون عن مسؤوليات أخرى تشترك فيها التنظيمات الإرهابية التي تشترك فيها كما قلنا في هدف واحد حسب الرئيس التركي. نعم سيدة فاطمة، طيب ما هي الإجراءات الأمنية المتخذة الآن في إسطنبول؟ يعني هل هناك إجراءات معينة احترازية أو تعزيزات أمنية لضمان السلامة؟ للإشارة فقط، إسطنبول تعيش منذ فترة في حالة من الحماية الأمنية، لنقول الإجراءات الأمنية دائما مكثفة في إسطنبول، تصير أكثر كثافة مع كل تفجير إرهابي، لكن هناك دائما دوريات للشرطة، الأجواء الأمنية ملحوظة في كل مكان، بالرغم من أن أو إن لم تلحظ فمن الأكيد أنها موجودة، نظرا لأن تركيا تعرف من خبرتها في محاربة الإرهاب أنها مستهدفة من قبل أكثر من تنظيم إرهابي. لكن دعيني أقول أيضا أن الأجواء في الشارع التركي تبدو عادية جدا، الشرطة عادت صباح اليوم إلى فتح الطرق التي أغلقت بسبب التفجير، والأتراك اكتسبوا مناعة تجاه الأحداث الإرهابية، خرجوا في مسيرة مناهضة لها صباح اليوم ووضعوا الشموع ورفعوا العلم التركي في مكان التفجير في المساء. أيضا الليلة هي ليلة إحياء ذكرى المولد النبوي، المساجد غاصة بالمواطنين ومحيطها أيضا، بالتالي أستطيع القول. نعم سيدة فاطمة سلام، أنا أشكرك على كل هذه المعلومات حتى هذه اللحظة. كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول الصحفية فاطمة سلام، شكرا لك.